بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أقترح عليكم تصحيح الباك 2015 شعبة الرياضيات. الرياضيات الموضوع الأول والتمرين الثاني. ينسب المستوي إلى معلم متعامد ومتدنج أو أي بي. نعتبر النقط A B C H E لاحقتها على الترتيب. Z A يساوي E، Z B يساوي ناقص 2 Z E، Z C يساوي ناقص 3، Z H يساوي ناقص 3 Z 4 E، و Z E يساوي ناقص 1 ناقص E. أولا ألف مثل A B C H E في المعلم O U B. كما تلاحظوا تشاهدوا عندك A من هنا، B C ناقص 2 وترتيب واحدة، ترتيب واحدة C ناقص 3 وترتيب 0، H فاصلة ناقص 3 وترتيب 4، Z E فاصلة ناقص 1 وترتيب ناقص 1، 1 B عين النسبة وزاوية التشابه المباشر الذي مركزه B ويحول النقطة A إلى النقطة C. نعرف بلي معدل تحويل التشابه المباشر هي Z C تساوي A زد A زد B، أي B عددين مركبان. مركب مركز تشبه هو زد B يساوي B على واحد ناقص A يساوي ناقص 2 زد E، معناه B M بريم يساوي K B M، معناه B C M بريم هو C K B A. نعوضو تولي Z C ناقص Z B يساوي K Z A ناقص Z B. K هو الطويلة ل A، A هو عدد مركب، إذن K ولي ناقص 1 على 2 وأنا ناقص E على 2. نحكم الطويلة لك مدنا ناقص 2 على 2 وهو يختلف على 1، هذه هي معدل التشابه. إذن ك يساوي نسبة التشابه هي جذر 2 على 2. زاوية التشابه هي كالتالي، عرفوا ك تساوي ناقص 1 على 2 ناقص اي على 2، بعد نحولها توصلوا الى جيب تيتا يساوي ناقص جذر 2 على 2، و تجيب هذاك وجيب تيتا تساوي ناقص 2 على 2. نشوفوا لنا في الدائرة الثلاثية، الدائرة الثلاثية، إذا كان تجيبه يساوي ناقص جذر 2 على 2، معناه رانا في الحالة هذه، هاي
تيتا يساوي 5 بي على 4 زائد زوج كابي. وكذلك بالنسبة لي الجيب تيتا، تيتا يساوي 5 بي على 4، إذن تيتا هو 5 بي على 4 زائد 2 كابي. اثنين، عين زد سي لاحقت النقطة جي مركز ثقل المثلث أبي. إذا كان جي مركز ثقل المثلث، معناه أن زد جي تساوي زد أ زد بي زد سي على 3، أي بعد التعويض لكل منهما نتوصل إلى زد جي لاحقة تاعها هي ناقص 5 على 3 زائد 2 على 3 اي. 3 ألف، اكتب على الشكل الجبري العدد المركب. نعوض كل واحد على حسب ذاك قيمة تاعو المركبة، ونستعملو لهنا المرافق. المرافق لهنا، المرافق نتاع واحد ناقص اي هي واحد زائد اي. بعد الشرح نتلاصو زد بي ناقص زد سي زد اش ناقص زد ا يساوي ناقص اي على 3. الأعمدة الأرجيومون زد بي ناقص زد ا على زد اش ناقص زد ا يساوي لارجيمون ناقص اي على 3 يساوي ناقص بي على 2. معناه الزاوية الموجودة ما بين بي ا شعاع بي ا و اش يساوي ناقص بي على 2. اذن نستنتجو ان بي سي و اش ا مستقيمين متعامدين. شاهد الشكل واحد. 3 ج، بين ان اش هي نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث ABC، ورغم المرتفعات لـ ABC المرتفعات عندك لـ CB المرتفع تاعو هو H، هذا المرتفع نتاع CA هو H لهنا HB، والمرتفع لـ BA هو اش سي، هما المرتفعات لي زوتور. بين ان اش هي نقطة تلقي ارتفاعات المثلث، اذن اش نعرفوها باللي متعامدة لي سي بي، نبين الان باش مرتفعة متعامدة لي اسي. نستعملو الأعداد المركبة زد أ سي على زد أش زد بي، مدنا بعد استعمال المرافق مدنا ناقص إي، نعرفو بلي لارجيمون تاع ناقص إي يساوي ناقص 2 على 2، معناه أن بي أش متعامد لأسي، بي أش متعامد لأسي. ها نستعملوا الكيفية والمنهج اللي ما يخص الارتفاع. الارتفاع لك ارتفاع اش سي نتوصلوا على ناقص اي على 2. بعد الحسابات والشرح نتوصلوا لارجيمون ناقص اي يساوي ناقص 2 بي على 2. معناه الزاوية ما بين AB شعاع AB و CH هي ناقص B على 2، معناه أن الشعاع AB متعامد لـ CH. ارتفاعات إنذا مثل ABC تتلاقى في النقطة H كما موجود في الشكل. 4، بين أن النقط GHE في استقامية. أولا نبين أن GHE مرتبطة خطين. نحسب شعاعين جي اش و جي اي هاكم راكم تشوفو، ونكتب الفاصلة نتاع جي اش على الفاصلة نتاع جي اي.
نتوصل إذن باللي ناقص 4 على 3 على 2 على 3 يساوي 10 على 3 ناقص 5 على 3 يساوي ناقص 2. إذن منه أن جي اش و جي اي متوازيان، نقدر نكتبو جي اش يساوي ك جي اي، معناه ك ايكال يساوي ناقص 2. 5 إذن أي جي اش اي مرتبطة خطيا. جمع مجموعة النقط ام من مستوي ذات اللاحقة حيث زاد يساوي زايد 1 زايد اي جذر 5 يساوي جذر 5 اس اي تيتا. بين النقطة ا تنتمي الى المجموعة. واش نديرو؟ نعرفو بلي قيمة تاع زد اي تساوي اي، نعوضو في المعادلة هذه الموجودة لهنا. لاحظوا بلي ا ينتمي لمجموعة جاما، ليه؟ خاطرش الطويلة، الطويلة كي نديروها هاهي لهنا، الطويلة هذه تساوي جذر 3 5 جذر 5، معناه ومنه أن أ تنتمي لمجموعة. بين عين طبيعة المجموعة مع تحديد عناصرها المميزة. عين طبيعة المجموعة، طبيعة المجموعة كنلاحظو بلي زاد زايد 1 زايد اي العبارة تكتب كما يلي كما يلي، والطويلة لهنا هذه الطويلة هذا هي الطويلة هذه، معناه ناقص 1 ناقص اي هي زد اي، معناه الطويلة نتاع زد ناقص زد اي الطويلة تاعها تساوي جذر 5، معناه اي اي ام المستقيم اي ام يساوي ناقص جذر 5. معناه اذا طبيعة المجموعة جاما هي دائرة مركزها اي ونصف قطرها ار يساوي جذر 5. 5 جي انشأ المجموعة، الدائرة لها نصف القطر أ إي، هاي الدائرة، دائرة هاي الدائرة تمر أ بي و سي، وهو النصف القطر أ إي. خمسة دي تحقق أن النقطتين ب و سي تنتميين إلى المجموعة جاما في الشكل هذا المطلوب محقق، تحقق المطلوب في الشكل كما تشوفون، شوفوا الشكل في الحساب. نعوض المعادلة زد، المعادلة زد زايد 1 زايد اي يساوي جذر 5 أس اي تيتا. بعد التعويض نتوصلوا إلى الطويلة لهذه العبارة هي تساوي جذر 5، يعني معناه نصف القطر للدائرة. إذن منه ب ينتمي إلى مجموعة جاما. زد كذلك نعوضها بعد التعويض، نتوصلوا إلى الطويلة لزد سي زايد 1 زايد اي، الطويلة تاعو توصلنا إلى جذر 5، معناه نصف القطر، معناه أن سي تنتمي إلى مجموعة جاما. إذن نقط بي وسي ينتميان إلى مجموعة جاما.